بشكل عام المسودة جيدة، لكنها أولا متأخرة كثيرا عن موعدها منذ إعلان المجلس أعلى القوات المسلحة ومجلس الوزراء في طبعاته الجديدة بعد مليوني 8 يوليو العظيمة. أعلن عن أنه سيتم إصدار إعلان المبادئ المؤسسة للدستور ولكن لم يحدث. لا أدري يعني لماذا ضاعت على مصر هذه الشهور الثلاثة، فهناك تأخير، وأرجو أن لا يكون هذا التأخير معناه أنها عندما تصدر قد تكون بلا جدوى حقيقية. هذه في النقطة الأولى. في النقطة الثانية، أنا لي تحفظات جوهرية على طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية تخلو منها قوة مصر الناعمة، المثقفين والمفكرين والنخبة الوطنية الفنانين. مصر ليست أغنى دولة عربية ولا أقوى دولة عربية، مصر قادت أمتها العربية عبر قوتها الناعمة المكونة في صناعة التعليم والثقافة والفن. وإذا أنت تستثني هذه الرموز من عملية وضع الدستور الجديد لمصر، فأنت باختصار شديد تحرم مصر من كنزها الحقيقي وهو كنز خبرتها البشرية. حاجة تانية، هناك عدد كبير جدا للموجودين بحكم وظائفهم، وكنت أفضل أن يكون هناك تمثيل واسع لتيارات المجتمع السياسية، لتيارات المجتمع الثقافية، للمسلمين والأقباط، للرجال والنساء، لأن الدساتير تبنى بتوافق الأمم ولا تبنى بأغلبية أو أكثرية. تحفظات حضرتك علبت، ولكن هل مصر في حاجة إلى ثورة أخرى 25 يناير أخرى؟ الثورات ليست يعني سلع يعني تنتج من ماكينات. الثورات دي مسألة صعبة جدا ومعقدة، لكن الثورة المصرية ثورة 25 لم تنتهي أصلا حتى تبدأ ثورة جديدة. الثورة موجودة، قد يكون مطلوبا من ناحية لأخرى أن يتم إيقاد جزوة الثورة وأن يتم التأكيد على أنها مازالت مستمرة وأن المزاج الثوري مازال مستمرا وأن مطالبها لم تتحقق بعد وأنها لن تهدأ حتى تحقق كل مطالبها. الجمعة التي دعا إليها حازم صلاح أبو إسماعيل في شهر 11، ما رأيك فيها؟ لا أؤيد أي جمعة مع كامل احترام للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلا أن يتم التوافق عليها. فإذا تم التوافق عليها كنا نرى رمزية رائعة لميدان التحرير، ملايين الناس يقف العالم مبهورا ويتعلم منه. عندما تأتي جمعة بدون توافق وطني بين كل التيارات الوطنية تأتي جمعة هذيلة وتسيء إلى ميدان التحرير. فأنا أرحب بأي جمعة إذا كان متفقا عليها وطنيا وأن يكون هدفها مقبولا من جميع المصريين. هنا تكون هناك مليونية حقيقية، وهنا يكون هناك قوة ضغط حقيقية وليست مجرد دعوات عنترية أو غيرها.